شنو هو السبب الرئيسي اللي طرد عصام الشرعي من تدريب المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، مع العلم أنه هو المدرب اللي أهل المنتخب إلى أولمبياد باريس 2024 اللي غادي يتلعبوا يوم 26 يوليوز 2024 في السنة هذه، وفاز أيضا بالبطولة الإفريقية على حساب الفريق المصري في النهائي بجوج الواحد. ومع ذلك الإخوان شفنا أن فوزي رقجع قرر يطرد هذا المدرب هذا اللي دار هذه الإنجازات كاملين. إذن الإخوان شنو هو السبب الرئيسي هو اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الحلقه هذه، ونشوفوا هذا الاختيار ديال طريق سكيتيوي واش هو اختيار صائب ولا اختيار فاشل. غادي نرجعوا ليوم 26 فبراير 2024، اي قبل اسبوع كان واحد الاجتماع اللي اجتمع فيه وليد الركراكي وعصام الشرعي. علاش كنعرفوا الاخوان ان شهر مارس كاينين واحد جوج ديال المباريات، المنتخب المغربي الرسمي ضد انغولا وموريتانيا يوم 22 و26، وكاين ايضا واحد المباريات ديال الاولمبي، المنتخب الاولمبي ضد الريلز واوكرانيا اللي غادي يتلعبوا في الدوله ديال تركيا. اذا الاخوان ان عصام الشرعي باغي ياخذ اللاعبين، وان ايضا وليد الركراكي باغي ياخذ اللاعبين. علاش وليد الركراكي عنده كاس افريقيا 2025 قرب، وبالنسبه ايضا عصام الشرعي عنده اولمبياد باريس اللي غيتلعبوا من هنايا 4 اشهر. اذا الاخوه لقاو واحد المشكل، ان وليد الركراكي قال له بغيت نزيد واحد 3 ديال اللاعبين ناخذهم لك من المنتخب الاولمبي، ولكن عصام الشرعي ما وافقش الاخوان ياخذوا 3 ديال اللاعبين. علاش؟ بالنسبه ل7 ديال اللاعبين اللي كانوا في المنتخب الاولمبي غادي يلعبوا مع المنتخب المغربي الرسمي، اللي هما شادي الرياض، اسامه العزوزي، وبلال اخنوس، وعبد الصمد الزلزولي، وريتشاردسون، واسماعيل الصابري. هاد اللاعبين غادي يلعبوا مع المنتخب الرسمي، ولكن وليد الركراكي قال له بغيت نزيد 3 ديال اللاعبين اخرين ناخذهم من عندك، اللي هو منهم الياس اخوماش. ولكن صراحه عصام الشرعي ما وافقش، عاد قال له راه قربوا اولمبياد باريس، قال له ضروري خاصني ناخذ هاد اللاعبين باش نجربهم ونشوفهم واش لايقين يلعبوا في اولمبياد باريس ولا ما يلعبوش. ولكن صراحه قال له وليد الركراكي ان المنتخب الرسمي هو اللي خاصو يكون مساعد باش يواجه في كاس افريقيا اللي غيتلعب هنايا في المغرب. وصراحة قال لك المنتخب الرسمي أكبر بكثير من المنتخب الأولمبي. لهذا صراحة إخوان عصام الشرعي ما وافقش، قال له خديتي 7 ديال اللاعبين من الأولمبي ماشي مشكل، ولكن هذوك 3 خاصني ضروري نجربهم ضد الريز وأوكرانيا. وكان هذا هو المشكل بين عصام الشرعي ووليد الركراكي، وبعدها تدخل فوزي لقجع الإخوان وتخلص من عصام الشرعي. ونكونوا واقعيين ان عصام الشرعي كان من شحال هذه باغي يطردوا القجع، ولكن ما لقاليش الفرصه، ولكن صراحه جات الفرصه الان. اذا دابا غنعطيو الحريه للجمهور المغربي هو اللي يقرر واش من حق فوزي القجع يطرد عصام الشرعي، خصوصا في الظرفيه هذه اللي بقات الاولمبياد باريس تقريبا 4 اشهر ولا ما كانش عليه يطردوا. صراحه انا كنعتقد ان البقاء ديال عصام الشرعي فهو انتحار كروي، وكان خاف ان يتكرر السيناريو مثلا يقدروا يجروا عليه فواحد البيريود اللي حساسه بزاف. مجموعه ما كانش هناك استحسان من قبل الجماهير المغربيه، محدود يعني بدون فكر تكتيكي. علاش؟ هو صراحه نكونوا واقعيين كانت عنده واحد النقطه ديال السلبيات، ما كيعرفش يختار اللاعبين ولا يوضعهم في المراكز ديالهم. ولكن النقطه الايجابيه اللي عنده انه وصلنا الاولمبياد باريس، انه فاز بكاس افريقيا الاقل من 23 سنه، اذا هذا انجاز. نكونوا واقعيين الاخوان، انا النظريه ديالي ما كانش عليه يطردوا، خصوصا في الظرفيه هذه. كون بغى يطردوا ولا بغى فهمتيني يقدم له الاقاله ديالو، فين فاز على مصر بجوج لواحد يقول له انت ما بقيتيش صالح علينا، ومن تما يشوف واحد المدرب فهمتيني من تما من هذيك الوقيته يبقى يجمع ويراكم هذوك النتائج ديال هذوك اللاعبين. دابا هو جاب حيد هذا عصام الشرعي وغادي يجيب طريق السكيتيوي، وكنعرفوا ان طريق السكيتيوي فاز بجوج ديال البطولات مع نهضه بركان وبكاس العرش مع المغرب الفاسي، ولكن مع هذا المنتخب الاماراتي اللي لعب اللي كيدربوا دابا ان 11 المباريات السابقه الاخوان خسر في 10 المباريات، 10 ديال المباريات اللي خسر فيهم وتعادل وفاز في مباراه واحده. لهذا صراحه نكونوا واقعيين الاخوان ان طريق السكيتيوي واخا ما عندوش خبره ديال المنتخب الاولمبي، وانتم المهم كجمهور مغربي انتم اللي غادي تحددوا واش من حق فوزي القجع يطرد عصام الشرعي ولا ماشي من حقه يطرد عصام الشرعي.